أزمة ميشيل مع الحب والارتباط، بيخاف من الفشل، حب من طرف واحد، ما عندوش أزمة، حب من طرف ثالث. ما عندوش أزمة ما عندوش أزمة. ميشو، أيوة، أنت لسه مع المشاهير ولا ربنا خلاص؟ لا خلاص بقى، خلاص. مش حاسس بندم؟ كبير. ها، طيب، أزمتك مع الحب والارتباط، هل بسبب بيبقى حب من طرف ثالث، حب من طرف واحد، ما عندكش أزمة، بتخاف من الفشل؟ ما عنديش أزمة. ما عندوش أزمة. ودوله خمس جزاء، دوله خمس فوق. إيه يا خالو؟ ابن أختي تربيتي. ما الواد لخاله يا أستاذ سعيد بقى. طب يقفلوا عنه بقى علشان خاطر حيرغي بقى ويزهقنا. السؤال اللي جاي عند عمر ويارا وعزلهم أبو كمال، وبيقول: يا ترى مواصفات فتاة أحلام أبو كمال؟ وحشة بس غنية، كوميدية، عاطفية، عملية. اختيارات دي صعبة قوي. تيك تاك، قدامكم خمس ثواني، أربع ثواني، ثلاث ثواني. عملية؟ وحشة بس غنية. أوبا. طيب، نسبة أما نشوف. والله هو يستاهل، صدق؟ اللي عمله طول الحلقات هيخرج منه في السؤال ده. طيب، نفتح الصوت عند أبو كمال ونقول له: أبو كمال، ربنا يستر، أخبارك إيه؟ أيوة. أنت تمام؟ تمام. طيب، يارا فرحانة فيك قوي على فكرة. ربنا يستر، أكيد عمر اللي جاوب. دي حقيقة، مش كده بقول لك ربنا يستر ده. طيب، مواصفات فتاة أحلامك، هل هي عملية، عاطفية، كوميدية، وحشة بس غنية؟ عاطفية. للأسف، ولا إجابة من اللي أنت قلتها دي. هم اختاروا وحشة بس غنية. يعني عاطفية. أنا تقريبا يعني عمري ما ساعدت واحدة. ودلوقتي يا أبو كمال أحب أقول لك إن أنت ظلمت يارا، لأن اللي جاوب عمر، وأنتوا بقى أحرار، أنتوا عارفين بعض بقى، وكل واحد عارف أسرار التاني بقى، أنتوا حرين، مش هتدخلونا بينكم. طيب، السؤال اللي جاي عند هالة ورولاند وميشيل بتاع المشاهير، وبيقول: ميشيل بيحب ايه اكتر؟ السهر والدلع، السفر والسياحة، قعدة الصحاب، متابعة السوشيال ميديا. لا، ايه ده؟ السفر والسياحة. بجد؟ اه والله. طلع لخاله. صريحة وضيحة جريحة. ربنا يستر. ربنا يستر. اميشو، ايوه، ازيك؟ خير اهو. احنا سألناهم اكتر حاجة ميشيل بيحبها: قعدة الصحاب، متابعة السوشيال ميديا، السهر والدلع، السفر والسياحة. السفر والسياحة. خمسة 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 خمسة. هذا البرنامج برعاية